السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله جاي لكم فيديو جديد ووصفة جديدة بإذن الله هنعملها مع بعض. وصفتنا سهلة وبسيطة إن إحنا نجيبها في أي وقت، محدش يا جماعة يقول لها هي صعبة، طب هي بتيجي منين؟ الكلام ده كلته الوصفة بتاعتنا بتيجي من عند العطار، وإن شاء الله هتبقى وصفة بسيطة وهتجيب معانا مفعول كويس وبتنزل الوزن بطريقه كويسه جدا، وان شاء الله هتشوفي النتيجه بعينيكي. يلا كده يا جماعه نسمي الله. قبل ما نبدا الفيديو انزلي تحت كده اضغطي لايك، واللي لسه بيشوف قناتي يا ريت يعمل اشتراك للقناه ويفعل الجرس عشان ان شاء الله يوصلوا مني كل جديد. اهم حاجه يا جماعه حطوا اللايك بتاعكم علشان ان شاء الله الفيديو يكبر بكم ويعلى بكم باذن الله، والقناه ترتفع بكم باذن الله. يلا يا جماعه كده ان شاء الله ان عجبكم الفيديو شيروه علشان ناس كتير تستفيد من الوصفه، لان في بنات كتير محتاجه ان هي فعلا تستفيد من الوصفه بتاعتنا دي. يلا كده يا بنات نخش نشوف الفيديو بتاعنا. الفيديو بتاعنا سهل وبسيط وان شاء الله هيبقى كويس. الفيديو بتاعنا النهارده ان شاء الله هيبقى عباره عن ايه؟ عن المكون ده. ده يا جماعه ايه ده؟ اسمه لومي. اللومي دوت اللي هو ايه يعني، مش حاجه صعبه ولا حاجه، لا يمكن في بلاد تانية يا جماعه ده فيها اسم النومي، تمام. ده اللومي دوت احنا هنا في مصر بنقول عليه اللومي، علشان هو في ممكن ناس ممكن تستغرب وتقول يعني ايه ده يا جماعه ليمون مجفف، يعني هو مش حاجه صعبه ولا حاجه، ده ليمون مجفف، ده بيجي من عند العطار. كميه زي ديت ممكن تيجي معاكي بخمسة جنيه، ممكن تحطها في برطمان زي ده كده تكفيك فتره طويله. كمية زي دي يا جماعة لو انت مثلا رحت للعطار ولا حاجة قلت له انا عايزة اللومي ده، هيديك الكمية دي بخمسة جنيه، هتفضل عندك محتفظة في برطمان زي ده كده، هتقضيك مدة طويلة جدا. ده كويسة جدا في نزول الوزن يا جماعة، تمام. فانا هاخد واحدة بس ليمونة واحدة من دهيت، ده ان شاء الله هتكفيني كوبايتين اتنين. طيب افرض انا عايزة اعمل كوبايتين اتنين، هعمل ليمونة كاملة. لو عايزة اعمل كوباية واحدة بس هعمل نص ليمونة، ممكن اقسمها اتنين اخد النص واحد وعين النص التاني مجفف زي ما هو، مش هيصيبه اي حاجة. فدلوقتي يا جماعة كده الوصفة دي ان شاء الله يا اما هنغليها على النار، يا اما هننقعها كده لمدة ساعتين في مية مغلية في قلب مج زي اللي انتوا شايفينه ده. ده بقى يا جماعة اهوت قسمتها اتنين اهو، ده ليمون مجفف من جوه، يعني هو شكله كده عامل زي يكون محروق، بس هو مش محروق، يعني ده هو ده مجفف اهو. ده كده يا جماعه عملتها نصين اتنين اهيت. انا عايزه افتحها يعني اكبر حاجه، عايزه اقطعها لحتت كده زي ما انتم شايفين كده بمعنى اصح علشان استفيد بكل الفايده اللي في قلبي. فانا قطعتها كده اتنين، فالنص التاني هقطعه برده كمان لربعين اهو زي ما انتم شايفين. ده كده اول ربع، عامل زي ما يكون محروق. فانا كده حطيته، ده كده الميه المغليه اهيت، دول كوبايتين على ليمونه واحده. ده كده بس بقلبه اهوت في قلب الميه المغليه، مهم عندي يكون ميه مغليه يا اما تغلي على النار، تمام. فانا هغطي عليه خالص كده اهوت لغايه ما احس ان هو يعني ايه، اقعده كده كام ساعه. بعد كده ان شاء الله حطيته في ميه مغليه اهوت، هنقعده بقى كده حوالي ساعتين ساعه على ما حسب يعني، ينزل كل اللون بتاعه لغايه ما اللون بتاعه يغمق كده وينزل كل الفايده اللي فيه، تمام كده. في بقى ان شاء الله مكون تاني باذن الله برده هنحطه مع بعض، بس انا زي ما قلت لكم هسيبه كده حوالي ساعه ساعتين لغايه ما ينزل كل الفايده اللي فيه. اللون ده بقى بيعمل ايه يا جماعه؟ ده بينزل يعني معتمد اعتماد كلي على نزول الكرش والارداف. طيب احنا ان شاء الله مش هنكتفي بالكوبايتين دول بس ان احنا ناخدهم، يعني معنى كده ان احنا ممكن ناكل كل اللي في نفسنا ونقول اه ده احنا هناخد كوبايه اللوم وخلاص وان شاء الله هننزل، لا بلاش يا جماعه الاعتقاد الخاطئ ده. طيب احنا اللي احنا لازم نساعد يعني معاه بحاجه، هنعمل ايه؟ مش هنكتفي ان هو مثلا هناخده وخلاص وهناكل ونشرب كل حاجه، لا هنعمل ايه؟ هنقلل من الاكل بتاعنا، يعني احنا مثلا لو بناكل بكميات شويه كبيره هنقلل الكميه بتاعتنا شويه، خصوصا النشويات والحلويات، تمام. تاني حاجه هنعمل ايه؟ نعمل شويه حركه، يا اما نتمشى يا اما شويه تمرينات. لو انت مثلا متعوده ان انت تعملي رياضه كل يوم ولا حاجه، مش متعوده تمشي شويه في قلب الشقه لو انت مش حابه تخرجي ولا حاجه، كل الكلام ده لازم الحركه يا جماعه، لازم تحرقي شويه ان انت تساعدي مع الكوبايه دي. انت لو انت بقى يعني عامله كوبايه واحده هقول لك حطي معلقه عسل، ده عسل ابيض يا جماعه، تحطيه يعني في قلب الميه على اساس ان انت ما تشربوش كده وتحسي مثلا بطعم مر ولا حاجه او طعم مش مستحب، حطي معلقه مثلا او معلقتين على حسب انت.
يعني انت ورغبتك او انت تبع ما انت تحبي، بس سكر ابيض بلاش، اي سكر تاني بلاش، حطي يعني ممكن اقول لك حطي بس ايه عسل نحل، اكتر من كده ما تحطيش. على الكوبايه حطي معلقه، حابه مثلا لو انت عامله كوبايتين ولا حاجه زي ما انا عامله كده حطي معلقتين، يعني انا كده على الكوبايتين دول مش هحط الا معلقه واحده بس، يا دوبك ان هي تخلي الطعم بتاعها مستحب شويه، مش بالكتر يا جماعه ولا حاجه لا. إيه كده وضحنا لكم كل حاجه بالتفصيل. طيب هناخده امتى بقى؟ دي اهم حاجه، ده يا جماعه ما تاخدش على الريق خالص، الكوبايه دي ما بفضلش ان احنا ناخدها على الريق خالص علشان ما يتعبكيش. طيب هناخدها امتى؟ هناخدها بعد الفطار بنص ساعه وبعد الغدا، ده احسن وقت ان شاء الله ان احنا ناخد فيه الكوبايه بتاعتنا ديت، هناخدها مرتين في اليوم، مره بعد الفطار ومره بعد الغدا، كل ده بعد الفطار بنص ساعه وبعد الغدا بنص ساعه، ده هيبقى كويس جدا ان شاء الله. طبعا برضو هيجيب معاكي نتيجه كويسه جدا وهتلاحظي فعلا الفرق. مش عايزه اقول لك بقى باذن الله يعني خلال شهر ممكن يعني وزنك ينزل، اقل حاجه ممكن ينزل معاكي 10 كيلو. تمام، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم، شيروا يا جماعه الفيديو علشان ناس كتير تستفيد من الوصفه بتاعتنا، متنسوش تحطوا لايك للفيديو، واللي لسه بشوف قناتي يا ريت يعمل اشتراك للقناه ويفعل الجرس عشان ان شاء الله يوصلوا مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.